شكرا. جائزة التشخيص لفرح فتحي. سيدريس الأبلاغ كاتب إقليم الاتحاد العام ونائب رئيس جهة فاس الكناز. جائزة أحسن دور نسائي. جائزة أحسن دور نسائي. انضماء بفاس من 20 إلى اليوم 23، الدورة 26 لمهرجان فاس باسم المدينة. الدورة اللي كانت غنية بواحد البرمجة من خلال العروض السينمائية في عروضها الأولى أو من خلال المناقشات أو من خلال الماستر كلاس ولا من التكريمات الشخصية التي قربت. وستختتم اليوم هذه الدورة على إيقاع تكريم النجمة المغربية ليا فرح الفاسي، وستعلن الأستاذة الفنانة الشكلية خديجة طنانة عن الجوائز أو الأفلام الفائزة في هذه المسابقة، حيث ستعلن عن جائزة فاس للفيلم الطويل والفيلم القصير. إعلان دورة غنية، 10 دول 15 فيلم، ماشي سهل. تكريمات شخصية كبيرة على ضوءهم الممثل العربي السوري تيسير إدريس وواحد مجموعة من الفنانين. كانت دورة عرفت نجاح وخصوصا بالتمييز بإعادة الروح لهذه القاعة السينمائية اللي كانت مغلقة، هي سينما الأمل. حاولنا نعطيوها واحد الأمل وكنتمنى أنه يتم الإصلاح ديالها ويفتحوا قاعات أخرى، وكنتمنى كذلك أن الدورة المقبلة تكون في قاعة سينمائية حقيقية. السادسة والعشرين، الفاس والكل في فاس، دائما تحت شعار المدينة بعيون السينمائيين. شكرا دائما لجمعية إبداع على هذه النسخة. الروح ديالي والجسد ديالي. مساء الخير، أنا في الحقيقة جد مسرور بالتواجد ديالي معكم اليوم. انا كنحس راسي كما قال الاستاذ رشيد، انا في داري، يعني ماشي غريب وماشي غريب على الجمعيه. انا من بين الناس اللي استفدوا من هذه الجمعيه منذ زمن، يعني من 93 92 94 كانت الجمعيه في فاس هي بالنسبه لنا هي المناره اللي متواجده في مدينه فاس. فانا دائما كنعتبر نفسي ولد الجمعيه منذ زمن. فاس حاضرة في كل الأعمال اللي كنت فيها، وأنا كنظن بأنه أنا ما دائما حتى في الكاستينغ ما كاينش شي، ما كنظنش أنني الآن أنا تقريبا عندي 5 ديال الأفلام قصيرة و4 ديال الأفلام تلفزيون و2 ديال الأفلام لونغ ميتراج سينما. كل هاد الأفلام كلها تقريبا 14 كلها متواجدين فيها الشباب ديال فاس، متواجدين فيها الناس ديال فاس الممثلين والشباب، يعني فاس دائما حاضر. إذا هنيئا للمدينة فاس بهذا المهرجان الجميل، المهرجان الحميمي، المهرجان اللي جاب مع أفلام مستوى عالي. كانت الأجواء رائعة واللقاءات رائعة مع المخرجين والممثلين، فشكرا لجان الإمارات والأخ رشيد الشيخ. وسعيد جدا بكون فيلم رابل الجزائر كجائزة أحسن سيناريو، لأنه باش شاب أرجنتيني لعب دور حميدي في فيلم يكتب على سنوات الرصاص في المغرب، فهذا يستحق التنويه. وجميل جدا أن ينال جائزة أحسن سيناريو في المغرب. شكرا لك. داني عاشور، مخرجة ومنتجة فيلم كوفية. حضرت المهرجان ديال فاس العام معايا من تقريبا من الاول، وشفت افلام بزاف وفرحنا بزاف بالحضور ديال هنايا معاكم. انا اولا شفت افلام اللي هما في مستوى عالي، ومن هنا كنفرح لان كنشوف الانتاجات ديال الاخوان الاخوات كيشجعوا، وفرحت بالجائزه الكبرى اللي خديت الفيلم كوبيا، الفيلم القصير كوبيا.
فوالا انا كان فخوره اللي جيت معكم، وسورتو واحد الحاجه نقدر نقول لكم برافو عليكم على هذه البلاصه اللي قديتيو، اللي كانت هي غير بحال قلتي مهمله ولا مهمشه وفينالمون خديتيوها وقديتيوها غير باش ديروا هذا المهرجان، وغير على هادشي كنقول لكم برافو عليكم، وان شاء الله باقي الغدا يكون احسن من هذا. السلام عليكم، منبر بنت كات، تحيه سينمائيه من وجوه سينمائيه لحضره المهرجان مدينه فاس المدينه الدوره 26، معكم المخرج الغوات والسيناريست. المهرجان جميل جدا في واحد المدينه عريقه مدينه فاس، نتمنى المهرجان ان شاء الله النجاح، ويكون ان شاء الله باذن الله الاخوان السينمائيين التوفيق، ووجوه جديده الحمد لله اللي جات ممثلين ومخرجين الحمد لله، حتى الموقع اللي تختار هذا العام هذه السنه هذه ان شاء الله ديال مهرجان فاس المدينه بحقيقه مهرجان في المستوى وموقع في المستوى، وتبارك الله في واحد الحي تاريخي اللي هو حي الشعبي ديال مدينه مكناس العريقه، وان شاء الله ما يكون غير خير وغادي يكون نجاح ان شاء الله، والاقبال الجماهير يعني بكثره ان شاء الله باذن الله، نتمنى هذا المهرجان التوفيق والنجاح. بالنسبة للمهرجان أنا جد سعيد بتواجدي في هذا المهرجان، مهرجان أحبه كثيرا لأنه يحاول أن يربط جسر التواصل بين الفنان السينمائي، الفنان المخرج والممثل والسيناريست والتقني بالطلبة الذين يدرسون السينما والذين يدرسون الإعلام والصحافة وكذلك الأساتذة الجامعية، فمهرجان يحاول أن يرتقي بالخطاب السينمائي إلى مستوى أكاديمي عبر يعني تنظيم ورشات وندوات سينمائية، وعن طريق كذلك تدارس بعض الإشكالات أو العوائق السينمائية التي يشهدها الفنان السينمائي أمامه في المغرب. من البداية كانت الأجواء لطيفة جدا، كان هناك قرب ما بين المشاهدين، لم تنتهي النقاشات السينمائية حتى بعد الندوات، فكانت تستمر إلى وجبات الأكل وإلى يعني ما بعد العروض إلى آخره. أشكر السي رشيد على جهوده، وأشكر السلطات المحلية وكل قائمين ومنظمين الذين سهروا على إنجاح هذا المهرجان الذي بلغ دورته 26، وهذا شيء ليس سهل. المهرجانات التي تصل إلى دورة 20 فما فوق هي مهرجانات يجب أن نحترمها كثيرا. والحمد لله يعني كانت نهاية هذا المهرجان أنني توجت بالجائزة الكبرى عن فيلم جديد سيغا، الذي هو فيلم يعني يحاول أن يؤول خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، الذي قال في خطابه أن قضية الصحائية قضية وجود وليست قضية حدود. أنا جد سعيد لأنني التقيت بزملاء الفنانين واحتفيت معهم بجوائزهم كذلك في هذا الحفل الجميل الذي أنهي به هذا المهرجان. في الحقيقة يعني هذه المشاركة ديال في الدورة 26 لمهرجان السينما والمدينة فاس يعني فرصة جميلة جدا اللي تحدينا انه نتلاقاو بالجمهور ديال فاس، وكذلك نعيشوا واحد اللحظات سينمائيه مع زملاء سينمائيين وكذلك الجمهور. تتقدم الشكر ديالي للتحكيم وكذلك الجمهور اللي حضروا فيلم ماركا سان فيلم الجمهور، ومتمنياتي بالتقدم ان شاء الله في الدور لهذا المهرجان. خص الواحد يرفع القبعه على رشيد الشيخ لانه في الدوره 26 الان قلة دعم الإمكانيات فهو استمر، بارك الله عليه. هذه فرصة سعيدة بالنسبة لمدينة فاس باش تشوف واحد المجموعة من الأعمال اللي ما كيتحتلاش تشوفها في الأفلام القاصرة اللي ما كدوز لا في السينما ولا في التلفزيون. الأفلام القاصرة عندها واحد النكهة خاصة، ولذلك فهو مشكر على أنه ما زال متمسكا وناضلا من اجل هذه المدينه، وشعاره دائما السينما المدينه
وهو السلام عليكم. نفسي أن مدينة فاس محرومة من الكثير من الأنشطة بين الفئات الأخرى، سعد بهذه اللقاءات وهذه المهرجانات. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.